لي زعمي الله يخليكم بارطاجيو بارطاجيو لو لايف. بغيت نهضر على واحد المساله مهمه وبغيت كاع لا بريس تهضر عليها وتكتب عليها باسكو سي با نورمال. انني تخيلوا معايا انا واخده لو بي ديالي غدا الوجده واخده سيمانه هادي واخده سيمانه وجايه بور لونغيستريمون 2 اور افون يعني جايه في الوقت. جيت في الوقت قال لك لا تي بي با ما يمكنكيش تطلعي الطياره لانها عمرات. واش يعقل؟ جاوبوني واش يعقل؟ واش لا غام كتفلى على المغاربه ولا شنو كدير؟ كيفاش لا غام كتبيع فوق لي 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 بيي اللي خاصها تبيع واخا تعمر الطياره كتبيع واللي جا قبل واخا يجي في الوقت يقولوا له لا راه تباعوا لي بيي كاملين وانت ما طلعش الوغ كو انا مقطع لو بيي دو اون سيمين افون. واش يعقل هادشي ولا لا؟ الله يخليك انا باغا السلطه تدخل باغا شي حل لهاد لاغام اللي كتفلى على المغاربه. كيفاش غوايال اير ماروك كتفلى على المغاربه دو سيت فاسون؟ خاص كلشي يهضر على هادشي. ما جو سوي با لا سول. هما العيالات معايا اللي جايين واخدين لو بيي حتى هما في الوقت ديالهم وجايين كيقولوا ليهم لا ما يمكنلكمش تطلعوا لان الطياره عامره لانهم باعوا 10% ديال لو بيي للناس الوغ كي عامرين. تبغيو تهضروا على هادشي ولا ما تبغيوش تهضروا عليهاش؟ تبغيو تهضروا على هادشي؟ نو. الوغ معايا دو زوطخ دام واحد الكوبل واحد اخر ما بغاوش يبانوا ولكن حتى هما عندهم لو ميم بروبليم مقطعين لو بيي بيان افون ولا غام كتقول لهم لا الطياره عمرات. انا هادشي هذا ما بغاش يتفهم لي. الا عندكم شي تفسير شرحوه ليا. سي اون كاتاستروف وي. لو بروبليم كو جي ما يمكنليش قال لك لا تمشي حتى لغدا. انا عندي ان ايفينمون غدا عندي المهرجان ديال 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 الفيلم ديال وجده خاصني نحضر ليه لان دايرين ليا تكريم. ولو بروبليم قلت لهم لقاو ليا اون سوليسيون. ما عندهم حتى شي سوليسيون من غير تمشي حتى لغدا في هاد الوقيته حتى يفوت عليا انا لونغاجمون ديالي. الله يخليكم. انا بغيتكم تبارطاجيو لو لايف. بغيت كلشي يهضر على هذه المساله كلشي كاع لا بريس تهضر على هذا الشيء لان سي با نورمال ان المواطن المغربي يدار له بحال هكا من غوايال اير ماروك. وما عندهم قال لك ما لقاو لكم حتى شي سوليسيون. ما عندهم ما يديروا لينا. هزك الماء الوغ كو انا جايه في الوقت. كيفاش هزني الماء؟ عندي الطياره مع 11 انا جايه مع 9. كيفاش داروا تباعوا هاد لي بلاص؟ كيفاش كتبيعوا لي بلاص اللي ديجا مبيوعين؟ كيفاش غوايال اير ماروك كتبيع لي بلاص اللي ديجا مبيوعين؟ ها قالك ما تطلعيش. قالك ما تطلعيش. الاداره هي الاداره جات. الاداره جات قالت لك ما عندنا ما نديرو نصوم ديزولي. جو فو كومبرون بارفيتمون. هادي هي الهضره اللي تقالت. جو فو كومبرون بارفيتمون مدام. ايوا هادي هي السياسه اللي دايره غوايال اير ماروك. غوايال اير ماروك كتبيع لي بيي واخا الطياره تعمر عندها الحق تبيع 10% واللي جا الاول يطلع للطياره كار هذا. وتشفرت اون بليس لان انا مقطعه لو بيي وما نطلعش. باه وي خصهم يلقاو اون اوتر سوليسيون باسكو جو دو اتر وجدا هذا لا بروميييغ اوغ. ما عندهمش اون اوتر سوليسيون. قالك حتى الغدا في نفس الوقيته حتى يفوت ليا انايا لونغاجمون ديالي ليفينمون ديالي وعاد نمشي انا لوجده. اش غندير ديك الساعه انا في وجده؟ من حقك تدعيهم بيان سور خصني ندعيهم وماشي غير غندعيهم. انا بغيت كلشي يهضر على هذا الشيء. بغيت الصحافه كلها تهضر على هذا المشكل. كومون سا سفي كو الانسان يتحقر بحال هكا ويزيد بحالو؟ ها هما دوك هادو هما دوك العيالات مساكن ها هما تحقروا وغاديين بحالهم وانت انا منهم. انت انا غاده بحال هادشي. اش غندير؟ القى شي سوليسيون باش نمشي ل باغا نبقى القى شي سوليسيون باش نمشي لوجده.
كاين. انا غير بغيت نهضر على هذا الموضوع. بغيت السلطات تلقى حل مع غوايال اير ماروك اللي كتفلى على المغاربه. هادشي علاش هضرت في اللايف، حيت انا بامكاني نهضر، عندي ناس كيتبعوني وناس اخرين بحال دوك جوج عيالات اللي مساكنهم غاديين حانين الراس وغاديين ما غايسمع لهم حتى شي واحد، حتى شي واحد ما غياخذ حقهم. انا اوموا عندي لي ريزو سوسيو يمكن لي نهضر فيهم. واش نظرك اللايف هو الحل؟ ما عنديش شي حل، راه قال لك ما كايناش شي سوليوشن. انا دايره لايف، انا بغيت الشوار، بغيت تنشر اللايف، لان خاص اون سوليوشن، خاص تلقى من السلطات. الا ما لقيتهاش انا، راه السلطات خصهم يلقاو لا سوليوشن، حيت سي با نورمال. واش سي نورمال انا جايه في الوقت مقطعه لو بي اون سيمين افون ونجي في الوقت 2 اور افون لو فول ويقولوا لي لا الطياره عامره؟ وانا ما عنديش، غندير لايف هي الاولى، حيت بغيت لا بريس تهضر على هذا الشيء، بغيت كل شيء يسمع، بغيت كل شيء يعرف شنو كدير لا غام، وعاد ديك الساعه نشوفوا هاد لا سوليسيون، نشوفوا نتابعوهم ونشوفوا شنو غنديروا، لانهم ضيعوا ليا ان ايفينمون. الطوبيس وما دايرهاش، والله الا الطوبيس وما دايرهاش. ما بغيت لا تجي من قال لك الصحافه ما غاتجيش من جهتك، ما تجي لا من جهتي لا والو. بغيت هادشي هذا يتنشر، بغيت هادشي يتنشر، واللي عنده شي مشكل مع لا غام يهضر عليه، حيت الا هضروا عليه كلشي راه هادشي هذا ما غيبقاش. هاد الحقره هادي اللي كيديروا المغاربه ما غاديش تبقى. يلا انا على وعدي وسعدي راجعه في حالاتي غنلقى لا سوليسيون موا ميم. يلا ميرسي بوكو، غادي نعاود بور لا ديرنيغ فوا للناس اللي ما فاهمينش، غنعاود لهم لو بروبليم و جيسبيغ كو هاد غنلقى بان هاد لا فيديو هادي تنشرات، و جيسبيغ كو السلطات و يلقاو ليا شي حل، يلقاو شي حل ماشي غير ليا، يلقاو شي حل للمغاربه، لان سي با نورمال انني نكون مقطعه مون بيي اون سيمين افون ياك، ونجي في الوقيته عندي لو بيي، عندي لو فول مع 11 الليل، نجي مع 9 الليل ويقولوا لي يلا الطياره عمرات، لاننا حنا على غام عندنا الحق نبيعوا 10% فوق البلايص. كيفاش هاد القضيه هادي؟ قلت لها علاش ما تعلمونيش انايا باش ندير احتياطاتي؟ قال لك لا ما تنعلموش حنايا الناس، ما كنعلموش، هذه السياسه ديالنا ما تنعلموش الناس باش نتقولبوا حنايا، باش نجيو حتى للمطار واللي عنده شي اونغاجمون امبورطون بحالي انا يتقولب. لا حق الطياره عمرات. يلا قولوا لي انتوما في نظركم شنو هو الحل. انت كتشوفي نادو ستايل جايه في الوقت مقطعه مون بيي اون سيمين افون، وجايه قال لك لا الطياره عمرات. كنبيعوا حنايا 10% ديال لي بيي فوق
فوق الكراسه، واللي جا الاول صافي هذاك واخا زعما هانيه ما يطلعش، يقولوا له حتى الغدا ان شاء الله ونشوفوا لك عاوتاني. كيبيعوا البيي جوج مرات اكزاكتومون، كيبيعوا البيي جوج مرات. واللي جا قبل من الاخر الاخر هزوا الماء. لا قالك فلوسك رجعوها لك، قالك خاصك يديروا لك الريكلاماسيون، ديري الريكلاماسيون. مساليه انايا، مساليه قبل نبقى انايا جالسه كن نضيع وقتي هنايا. نورمالمون جو سور با دلايغوبور، مازال نعاود ندخل وانا عاود دخلت ام الصباح انا هي صوتي اللي مشى ليا بالغوات. شو غندير؟ قال لك اه مالوغوزمون يا با سوليسيون، قال لي شويه ونطيح لهم تما بكريز. هادشي اللي بقى غيديوني السبيطار، شو غنستافد؟ سي انكونسيفابل اكزاكتومون. داكشي علاش حليت لايف، انا ما مولفاش بهاد الشوا هادي، ولكن ما لقيتش. قلت واش انا كنحلم؟ واش انا في فين انا يا فين انا فين انا يا في بني كلبون ولا فين انايا؟ انا واش دوله هادي ولا شنو؟ ما فهمتش دوله اللي المواطن المغربي مقطع له بيه ديالو ما يطلعش في طيارته. جي با كومبري. لو بروشان فول حتى الغدا في هاد الوقيته، حتى يفوت عليا المهرجان. المهم انا جيسبر كو لا بريس تهضر على هادشي، وانا ما غاديش نسكت. بيان سور بيان سور ما غاديش نسكت، لانهم اولا غادي يساهموا باش انهم ضيعوا لي ان ايفينمون كي تري امبورطون، ثانيا كي ساهموا باش انهم طلعوا لي الضغط. اي سي با ريان، راه حنا في المغرب اللي كنسكتوا على الحقوق ديالنا النفسانيه والحقوق ديالنا فيزيك اللي كنتعرضوا ليها بهاد الحقره هادي، راه حنا اللي كنسكتوا. اما سي با نورمال دي تو بانهم يديروا لك بحال هكا وتكون فيكتيم ديال ان يقولوا لك الطياره عمرات. سي با نورمال. شكرا بوكو لي زامي. المهم انا جيسبر كو هاد اللايف يتنشر، ومازال غادي نهضر في هاد الموضوع، ما غاديش نسكت، ومازال غندير دي ريكلاماسيون، ومازال غادي ندعي لغام. ميرسي بوكو، سمحوا لي لي زامي. واش نتوما جوج رجعوا لنا؟